السلام عليكم، معكم بكيزة جيمر، وهذه إن شاء الله راح تكون سلسلة جديدة عن 7 Days to Die. إيش السلسلة هذه؟ راح تكون عن المودات، راح أحاول أشوف المودات اللي عن 7 Days خاصة للاعبين الكمبيوتر بي سي. وفي مود أعجبني هو مود الهورد، يعني كل يوم راح يجي هورد، كل يوم في هورد 7 إلى 7 أيام، وراح يكون في اليوم السابع هورد مميز يعني مقاسي وغير الهوردات اللي تجي بالأيام العادية. ثاني شيء اسم المود GNA مود، غانا مود على ما أعتقد، إيه غانا مود كذا ينطق. ويلا أهم شيء طبعا في المود أنا نبدأ نيو جيم. طيب سيرفايفل، لا خلنا نقول راندم جين، ما نبغى الخريطة. خلنا نغير الاسم، نكتب غانا مود. كابيتال كله. GNA مود. ايش جا ذا؟ GNA كذا غانا مود. هنشوف الاعدادات. Daylight 18، Zombie Default. الوقت أبغى 90 دقيقة، و في شيء Default Cheat Mode Off. بس هذا هو العدد الأنمي، طبعا 64 أكبر عدد. خلينا نشوف أكبر عدد، 64 ما عندي مشكلة. وبس يلا خلينا نبدا. قول ويلكم تو غانا مود، يو انستولد، جود لاك سيرفايفل، كونتينيو. يلا ريد اكسبت. الحين عطانا ستارتنج كيت، عطانا 50، عطانا 6 ستارتنج كيت شنطه، وعطانا 500,000 توكنز. شوف الماب الحين احنا وين بالضبط؟ احنا في وسط الخريطة زي انتم شايفين، 00. طبعا هنا بحط البيس. يلا نحط الشنطة هنا، نشوف ايش في الشنطة. حلو، طبعا يعطينا كل الاشياء اللي نحتاجها في بداية اللعبة، وعطانا مهمة هي لقتل الزومبي. كل ما قرأنا الورقة تعطينا قتل زومبي جديد. يلا ايش يبقى البس؟ تيك ايش بعد؟ لا هذي احسن. اكويبت دي اكواب، لا دي اسلحتنا ضعيفة. خلنا كل شيء بالشنطة. الحين نلبس وير، ما هذي احسن. شكلنا احسن هذا. يلا الحين بروح اشوف حوالينا، ممكن القى لنا هذاك الصندوق هناك. في الصندوق راح يكون فيه الشنطة، البيكن. حطه هنا. البيكن هذا هو اللي راح لازم نحمي البيكن من الزومبي. ايش حكاية السيارة هذه؟
نحط البيكن هنا. اصبر شوف الماب. السيارة هذه أذية. نحط الماب البيكن هنا. ما عندي. نحاول نكسر عشان ما ينفجر علينا. لأنه ممكن تنفجر شو اسمه هذه السيارة مع الوقت. يفضل نشيلها. وين الوسط؟ هنا تقريبا. راح نحط البيكن هنا. ويلا نشوف ايش في للبناء. ناخذ كله هذه. باي. ايش بعد في؟ الحين لازم نحمي البيكن من الزومبيز. نحط هذا اسمنت. ما راح احطه على طول، راح احطه بعد بشوي هنا. شايفين؟ ثلاث مستويات كفاية. طبعا مهم في القناة مود في بداية اللعبة ان نبدأ نبني على طول، لانه هذا الاسمنت ياخذ وقت عن بال ينشف، وممكن ما يكون عندكم في البداية كل المواد اللي تحتاجونها، فيفضل لكم تبدون تبنون وشوي شوي الى ان يجي الليل. هنا مشكلة، نشوفنا ايش فيه. ما في نيرجان. حلو، هذه ناخذها. المهم هذه لقيتوها على طول اشتروها. ماين الهلمت ممكن ما تلقون على طول. ايش بعد ابغى اسلحة اقوى من هذه. ناخذ مطرقة لين نلقى، إذا يطلع لنا نيل جان. إذا لقينا نيل جان خلاص. وهذه شات جان. شات جان ما أبغى. هانتر رايفل. ما ابغى هانت رايفل، ابغى شات جان شيء عشان المسافة القريبة. مدري اشتري الدرع ولا لا.
طبعا مهم بعد هذا First Aid Kit، إذا لقيتوها اشتروها. خلاص الحين بلبس اللي عندي. وير هذي سكراب، ما اقدر اشيله. خلنا نحط البترول فوق البيكن. طيب وابغى هذا الدرع مو هنا. ايه هاي طلقات مهم بعد. هذا السكراب ولا ما يحتاج. هذا الأشياء اللي أبغى أبيعها، خل نبيع. وش اللي إيه هذا نبيع؟ سيل كله سيل. إذا لقينا أشياء ما نبغاها هنا نبيعها عند هذا، يعطينا فلوس. هذا بعد السيل ما باه. أبي أسهم متفجرة. إيه بس إلا واحد. كم عندي بيرة؟ ما عندي بيرة. باي. ما في أسهم متفجرة، ما في. ARR ما في. طيب AMM ما عنده. بصراحة ما أدري وين الفرق بين هذا وهذا. وود شوف ايش اقدر اصنع. وسبيس فورج ايرون. بس انا بجيب هذولا، اصنع لي من هذولا. اوف بس اثنين، نقدر نصنع واحدة من هذه. حلو مرة. بعد سلم. و
محتاج مسامير. حلو، الحين بحط واحد فوق هنا، حط الأشياء اللي ما أبغى أخذها معاي، هذي وهذي 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 وهذي. نلبس هذي وير. طيب وود حلو. الحين بصنع ال راح أبصنع الأس هذه الفخاخ. يلا 200 فخ كرافت. الحين خليهم يشتغلون. وش كنت أبغى بعد أسوي؟ سلم. بس واحد ليش؟ خشب، محتاج خشب. وود. حلو. طيب ايش باقي الحين؟ طبعا هذه تتحدث كل شوي باللعبة، يتحدث في اشياء ممكن تلقونها ما راح بعدين ما راح تطلع مرة ثانية. كم باقي مع فلوس؟ 17,000 بس. هنكمل هاي بالفلاج ستون. واحدة، اثنين، ثلاثة، تقريبا ثلاثة. الحين نحط الفلاغستون هذه ونطوره. ليش؟ عشان ما عندي الكونكريت.
هذا لاند ماين فلغم. نقرب من الارك كذا قد ما نقدر، بعدين نطوره بالمطرقة الى ان يصير عندنا الاسمنت والحاجة ام الاختراع. يعني شو يسوي؟ طبعا اول هود راح يكون اخف هود تقريبا، اهم شيء ان نبني على الارض مستوية عشان نقدر نطور بعد، نكبر البيس حقتنا مع الوقت، مهم جدا. فنشوف فيها الحدايد هذه حقت اللي فوق البيس، ما اقدر اشتري، اذا شريته ما يبقى معي الا 1000. هذه طيب شوف السلاح حقتنا، شوف الطلقات هاي طيب ايش اسمها بالضبط عشان اقدر اشتري منها. لونج شوت جان شيلز، شوت جان شيلز. طيب خلنا ناخذ هذه نشتري كله، ما اقدر نقول 200. ايش الحكاية انا ما اشوف بالضبط كم، 69 الوحدة، وأنا بقول 50، نقول 50 جربها أول شيء. خمسين باي، هذه هي. بعد إيش هذا؟ هذه لو جريد ام 9 ام ام، ما في طلقات. بس لو جريد نفس اللي عندي، الحين جالس اجهز الاسلحة اللي اجي بس يكسر البيس حقتي. واو وش هذا؟ واو ما انتبهت. هورت كان وراي على طول وانا ما انتبهت، مركزة في بين البيس. طبعا زي ما قلنا السلم نحط الاول الطبقة الاولى بس، تحادق ما يكون في شيء هنا عشان ما يقدرون يطون الزومبي علينا. هنا واحد، هنا واحد، هنروح نقتل هذاك. بنحاول قد ما نقدر ما نستهلك الطلقات. شوف كيف يبينا نطور هنا، ما عندنا كونكريت ميكسر، كونكريت ميكس
أحط هذا الخشب عشان أقدر أرمي من هنا ما يطلع علي زومبي وأنا ما انتبهت. إلى أن يطلع لنا الحديد، إذا طلعنا الحديد أحطه بداله. مهم السبايدر زومبي هذا ما يطلع لنا فوق. أحط لي واحدين، إذا بغيت أطلع وأنزل أشيله. الحين نحط ال هذه، هنحطها بمسافة بينه وبين البيس من فوق، نحطه حوالين البيس بس مكان اللي نطلع معه وندخل، مكان اللي نجي نطلع معه وندخل منه نحاول نخليه فاضي. اقتلهم اقتلهم الواحد ورا الثاني. زي ما تشايفين هنا كل ما قتلنا كل ما اعطونا نقاط اكثر، واذا قتلناهم يعطونا ايش؟ فلوس نشتري فيه اشياء ثانية. الحين يدخل الليل، الحين يدخل الليل. هذه أول ليلة من الهارد في غانا مود. قلبي يرجع، هذه أول مرة ألعب اللعبة بصراحة، ما أدري إيش راح يصير. 64 زومبي اختياري. هنروح من الجهة هذه عشان هنا مسكر مرة، نجون من هنا. الحين يدخل، صار الوقت 22، يبدأ الليل، يبدون يهجمون. اف طبعا عشان نشوف. دخل الليل، دخل الليل، حتى الكونكريت ما لقينا كونكريت كفاية عشان نقدر نسكر البيس حقتنا. بس اهم شي يعني الحمد لله هنا بس ثلاثة. خلنا ما اجي هنا، نروح من هنا ولا لا من هنا، نسوي هذه وانتظر الزومبي. خوف خوف صراحة. القلب يرجف. دخل الليل. تعالوا من هنا يا جمال ابليسكم. يا كثرها، مش الحكاية. احترقوا، شكلي كثرت انا. احترقوا. لا اطيح. الخشب تكسر مع هذا. ما عندي منه كثير. اطلعي. انا طحت خلاص الحمد لله.
يوصلون له، يوصلون هنا. واو واو واو، جتني زومبي. منين جت؟ واو منين جتني؟ مت. منين دخلوا؟ شكلهم كسروا البيس ودخلوا. انفجر البيس حقنا، شكله انفجرت البيس حقتنا. ايه متنا خلاص بكذا، تكون انتهت اللعبة. اول قنمون مدش حكاية بالضبط، كذا انتهت اللعبة متنا، انفجر البيس، شكله مدخله. ما لقيت انا كونكريت مكسر. ان شاء الله في الحلقة الجاية اشوف نفس المواد مرة ثانية. لا ما راح اطلع خلاص، مت ما في وين اروح. خلاص انتهت اللعبة، اشوفكم ان شاء الله في لعبة جاية. احاول مرة ثانية اني ابني بيسي بطريقة مختلفة، ما ادري ايش اللي حصل. ممكن لو استخدمت كان المفروض اني استخدم. يهوه انت ايش جاكم؟ ما راح، لا ترسبن لا ترسبن. ان شاء الله ندخل نلعب القانا مود مرة ثانية، وان شاء الله ما راح نموت زي ما شمتنا اليوم. ومع السلامة، أشوفكم الحلقة الجاية.